هذيك السرطان هي اللي خرج فلوس وكم المقدار؟ كفارة يمين أو كفارة ماذا؟ كفارة يمين. كفارة يمين 10 وجبات من طعامك المتوسط. لا يجوز إخراج المال. نعم؟ لا تخرج مالا لأن الله قال فكفارته إطعام 10، إطعام أخرجت المال 10، قالوا لا يجوز إعطاء الزكاة إعطاء الكفارة 10 وجبات لشخص واحد لأن ربنا قال 10 مساكين. طيب شيخنا هل يجوز؟ نعم. هل يجوز أن أعطيه مثلا في مواقع مثلا زي مصر الخير وكذا أن أعطيهم هم عندهم زي أي جمعية موثوق فيها لديك والقائمون عليها أمناء لا بأس وكلهم.